السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. الخبر اللي انتشر على قناة العربية سورية قررت ترحيله توقيف شاب سوري في اسطنبول لنشر فيديو استعراضي أثناء قيادته سيارة بأضواء طوارئ في الطرق العامة. أعلنت السلطة التركية عن قرار ترحيل مهاجر سوري يحمل الأحرف الأولية وطبعا كتمي اسمه بعد توقيفه في اسطنبول بتهمة الإخلاء بالنظام العام، وتم اعتقاله بعد نشره مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها يقود سيارة مزودة بأضواء طوارئ وسط حركة المرور في شوارع اسطنبول على أنغام موسيقى عربية. وباشرت فرق إدارة مكافحة تهريب المهاجرين في اسطنبول التحقيقات بعد تداول الفيديو تحت عنوان أجنبي يقود سيارة بأضواء طوارئ في اسطنبول، حيث تم تحديد هوية الشخص عبر بيانات لوحة السيارة، وتم اعتقاله بعد التأكد من أنه دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وتم تسليمه إلى إدارة الهجرة في اسطنبول لاستكمال إجراءات ترحيله خارج تركيا. خبرنا الثاني أصدقائي مقتل الشاب محمد حمود الخليل من ناحية معدان وإصابة آخرين جراء هجوم مسلح استهدف سيارات شحن على طريق شويحان في ريف الرقة.